الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في إطار مشروع تعميم المعرفة، هذا هو المقطع 115، الدرس 25 في الاقتصاد الكلي، تحت عنوان الإنفاق الكلي Aggregate Expenditure. أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة الأحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة. الإنفاق الكلي Aggregate Expenditure، يعرف الإنفاق الكلي Aggregate Expenditure بأنه مجموع ما يخطط المشترون النهائيون لشرائه من سلع بضائع وخدمات أعدة للاستعمال النهائي، وعادة ما يقيم بوحدات العملة. ما يعني بأن الإنفاق الكلي قد يتحقق بكليته أو بجزء منه، وعادة ما يعبر عنه بواسطة المعادلة أو المتساوي الآتي الايدنتيتي. لكن قبل أن أكتب المعادلة، ما يخطط المشترون بمعنى آخر، هنا الآن هناك مجموعة من المشترين، هم المستهلكون والمستثمرون والحكومة والمصدرون والمستوردون. هؤلاء هم اللاعبون في أي اقتصاد، في الآلة الاقتصادية الكبرى اللي هي اسمها الاقتصاد. يخطط كل مجموعة تخطط لأن تشتري من السلع النهائية. فالمستهلكون يخططون لشراء السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، المعمرة كالثلاجات والغسالات والأثاث البيتي الذي يعمر لمدة طويلة، والمأكولة غير المعمرة، المأكولات، المشروبات، خدمة الهاتف، خدمة الكهرباء، المياه، وهكذا. في حين أن المستثمرين يخططون لشراء خطوط إنتاج، جرافات، بلدوزرات، آلات كبيرة، آلات إنتاجية، آلات رأسمالية. أما الحكومة فتخطط لشراء السلع العامة، يعني تعبد الشوارع، تبني مستشفيات، جامعات، وهكذا. والمصدرون يصدرون معظم الأشياء، والمستوردون يستوردون كل الأشياء. فالمعادلة اللي هي Aggregate Expenditure EE تساوي الكونسومشن، الانفاق الاستهلاكي سي، زائد الانفاق الاستثماري، زائد الانفاق الحكومي، زائد صافي القطاع الخارجي التجاري السلعي اللي هو الميزان التجاري. فاي اي تساوي or equal سي بلس اي بلس جي بلس اكس ماينس ام، حيث هذا الانفاق الكلي اللي هو الاجريجيت اكسبنديتشر عندي ما يخطط ان ينفقه المستهلكون، السي ما يخطط ان ينفقه المستثمرون، ما تخطط أن تنفق الحكومة، وعندها صافي القطاع الخارجي السلعي. الآن هذه المكونات في جزء منها ثابت وجزء منها متحرك. الثابت هنا ثابت مستقل عن دخل. سنفترض بأن الإنفاق الاستثماري من أي جهة هو يعني قيمة مستقلة عن الدخل، بصرف النظر شو ما كان مستوى الدخل فهي قيمة ثابتة. عندي سنفترض حتى نسهل التحليل بأن نفقات الحكومة كذلك الأمر ثابت ومستقلة عن مستوى الدخل، أو هذا القيمة، هذه القيمة مستقلة وثابتة عن الدخل، وكذلك الأمر بالنسبة للميزان التجاري ثابت ومستقل عن الدخل. فيبقى عندي السي هنا الانفاق الاستهلاكي هو الوحيد الذي يعتبر دالة في الدخل والضرائب أن يتحرك، يعني يتكون من جزئين، جزء ثابت جزء متحرك. فالأجريجيت إكسبنديتشر هو عبارة عن الانفاق الاستهلاكي زائد الانفاق الاستثماري زائد الانفاق الحكومي زائد صافي التصدير. نكمل. دالة الاستهلاك التي ذكرتها قبل قليل عادة تأخذ شكل بسيط، اللي قلنا تتكون من جزئين، جزء ثابت وجزء متحرك. هنا هي عبارة عن C، الانفاق الاستهلاكي يساوي A زائد MPC في YD، حيث C الانفاق الاستهلاكي وهي اقتران في الدخل والضرائب. عند الآن الاستهلاك المستقل عن الدخل Autonomous Consumption A، والمارجن Propensity to Consume أو الميل الحدي للاستهلاك MPC مضروب في الدخل المتاح اللي هو Disposable Income. Disposable Income الآن هذا هو الجزء الثابت وهذا هو الجزء المتحرك من دالة الاستهلاك. هاي كما نطلق عليها في أدبيات الاقتصاد الكلي Induced Consumption، أو ما يسمى بالاستهلاك المحفز. محفز من قبل ماذا؟ من قبل الدخل المتاح. نستكمل.
الدخل المتاح سنعرفه كما يلي: الدخل المتاح disposable income يساوي الدخل الإجمالي Y مطروح منه الضرائب. بالتعويض طبعا هنا الدخل المتاح، أعيدها، الدخل المتاح هو عبارة عن الدخل الإجمالي مطروح منه الضرائب بالتعويض عن سي وواي دي ثم واي في متساوية الإنفاق الكلي، نحصل على الأجريجيت إكسبندتشر يساوي سي بلس أي بي اللي هي بلاند إكسبندتشر أون إنفستمنت أو يعني كابيتال جودز، زائد جي نفقات الحكومة زائد الإكس ماينس إم، عندما نعوض عن سي بقيمتها الدالية اللي ذكرتها قبل قليل، أعيدها بعد إذنكم حتى ترسخ بأذهاننا. هذه سي تساوي A زائد أم بي سي. الآن سأعوض عن سي بهذه القيمة، بهذه القيمة، فعندي الآن A E تساوي C plus I plus G plus X minus M. نعوض عن سي بقيمتها الدالية A زائد أم بي سي في ال Y D اللي هو الآن disposable income، زائد I P اللي هو planned investment، زائد government expenditure G زائد X minus M. والآن سأعوض عن YD بقيمتها هذه، بقيمتها هذه، يعني بدل ما أكتب YD بكتب Y ناقص T، فوضعت بدل YD هذه Y ناقص T، فبالتالي تصبح دالة الأجريت إكسبنديتشر أو ما يسمى بالإنفاق الكلي، دالة الإنفاق الكلي تساوي A زائد MPC في حاصل ضرب القوس، قوس Y ناقص T زائد I زائد G زائد X ماينس M. أذكر بأن هذا هو الدخل المتاح وهذا هو الدخل الإجمالي وهذا هي الضرائب للتذكير. الآن نكمل، طبعا هذا ثابت من افترضه في بعض الطلبة وبعض المساقات التي كنت أدرسها حتى لطلاب السنة الأولى، كنت أذكر بأن هذه قد تكون ثابتة كجزء من الدخل أو ربما مرتبطة بالدخل، فكلما زاد الدخل زاد التي، لكن هناك جزء ثابت منها وجزء متحرك اللي هو induced taxes، لكن الآن سنفترض بأنها ثابتة حتى نسهل التحليل. نكمل الآن إعادة ترتيب المتغيرات في الطرف الأيمن، أي بتجميع الثوابت في الطرف الأيمن في الدالة AE تساوي A زائد MPC اللي هي الدالة نفسها كذبتها ثاني مرة، MPC في Y ناقص T زائد I زائد G زائد X ماينس M. الآن نحصل على ماذا إذا عدنا، طيب إذا دخلنا الـ MPC على ما داخل القوس، فتصبح MPC مضروبة في Y، وهنا الإشارة السالبة تنزل سالبة، لكن بتكون MPC في T، فسالب MPC في T زائد I زائد G زائد X ماينس M. إذا مندقق بهذه الدالة الآن، هذه قيمة ثابتة حسب ما افترضنا، هذه ثابتة مضروبة في MPC قيمة ثابتة، هذه ثابتة، هذه ثابتة، هذه ثابتة، فقط المتحرك اللي هو MPC في Y الانديوست كونسومشن، وبالتالي حاصل ضرب الام بي سي في واي. وبالتالي الان اذا نقلت على الطرف الاخير من الداله تصبح الان شكلها كمالي، عباره عن تبسيط فقط لا غير، اي ماينس ام بي سي في تي زائد اي زائد اي اللي هو البلاند انفستمنت زائد جي زائد اكس ماينس ام زائد ام بي سي. كل هذه القيم، هذه الكميات عبارة عن كمية ثابتة أو كميات ثابتة، سأضعها تحت عنوان واحد هو A، وهي ثابتة ثابتة، المتحرك فقط MPC في Y. نستكمل الآن، فتصبح الدالة الآن تمثيل بياني ل A aggregate expenditure يساوي A زائد ناقص MPC في T زائد I زائد G زائد X minus M زائد MPC. هاي كلياتها A، وهاي الآن ميل الدالة MPC مضروب في طبعا Y اللي هو Induced Consumption، عفوا Induced Expenditure، Aggregate Expenditure، Induced Aggregate Expenditure هو MPC في Y. يعني الآن Aggregate Expenditure يتكون من جزئين، جزء ثابت كلياته A، هاي حاصل جمع وطرح الأشياء هاي تساوي A، زائد ميل الدالة في Y. التمثيل البياني يكون كما يلي: هذا الإنتاج الفعلي Y، وعلى المحور العمودي الـ Aggregate Expenditure، هذا الخط المستقيم الذي يقطع أو ينصف الربع الأول من مستوى ديكارت إلى نصفين متساويين، يا
يعني ما تحت الخط يساوي ما فوق الخط، بالتالي معناه الرياضة الرياضياتي بأن كل نقطة عليه تقول صراحة بأن الكمية الأفقية تساوي الكمية العمودية، لأنه هاي الآن زاوية 45 درجة قيمتها. الآن هذه الدالة AE اللي هو Aggregate Expenditure، هذه هي تمثيلها البياني AE، هنا تقطع المحور العمودي عند هذه النقطة، وهذا الخط المستقيم الذي ينصف الربع الأول مستويات إلى نصفين مستويين تقاطع معه هذه النقطة، وبالتالي عندي الآن توازن. أطلقت على هاي AE1 لأنه الآن سأفترض بأن هناك زيادة ستحصل في أي واحد من هاي أو انخفاض في الضرائب سيؤدي إلى انتقال المنحنى الأعلى، إذا انخفض واحد منها أو زادت الضرائب سيؤدي ذلك إلى انخفاض إلى الأسفل. فالتوازن الآن في هذه اللحظة يحدث عند هذه النقطة، هاي تشكل زوج مرتب تكون من الأجريجيت إكسبنديتشر على المحور العمودي والأكتوال أوتبوت. هنا المعنى ما أنتجته الآلة الاقتصادية، الاقتصاد هو الآلة الاقتصادية، المقصود بالاقتصاد أو ما المقصود بالآلة الاقتصادية هو الاقتصاد، والعكس صحيح أنه الاقتصاد هو آلة اقتصادية تنتج أشياء. ما أنتجته فعلا تم الإنفاق عليه من قبل كافة اللاعبين اللي هم المستهلكون، المستثمرون، الحكومة، وصافي القطاع الخارجي اللي هم مصدرون ومستوردون. فما تم إنتاجه الآن هاي الواي أكتوال الإنتاج الفعلي تم الإنفاق عليه من قبل كافة اللاعبين، وبالتالي حصلنا على التوازن. الآن سنفترض فرضية بسيطة بأن ما أنتجته الآلة الاقتصادية كان أكثر مما أنفق عليه اللاعبون اللي هم المستثمرون والمستهلكون الحكومة والمصدرون والمستوردون. بالتالي ما يحصل بأن يعني إذا كان كمية الإنتاج أكثر مما أنفقت عليه كل هذه الجهات، يصبح عندي الإنتاج الفعلي الواي أكتوال أعلى مما تم الإنفاق عليه الأجريت إكسبنديتشر، وبالتالي يحصل عندي تراكم في المخزون. يعني في عندي سلع وخدمات موجودة تم شراء جزء منها، لكن بقي جزء لم يتم الشراء من قبل المشترين النهائيين هم المستهلكين والمستثمرين والحكومة وصافي القطاع الخارجي المصدرون والمستوردون. فأصبح عندي تراكم بهذه الأشياء، هاي القطاع من هنا لهنا نسميه احنا تراكم في المخزون، تراكم في المخزون أو stock، أو يعني بسموه accumulation of stock، stock accumulation. أو أنه لنفترض بأن الآلة الاقتصادية في حالة مقابلة لهذه الحالة أنتجت أقل مما يريد ما يخطط المستهلكون والمستثمرون والحكومة والمصدرون والمستوردون أن ينفقوا. فلنفترض أنه الآن أنتجت عند هذه القيمة، ما يعني بأن الآن من أين سنزود هؤلاء الطالبين اللي هم المستهلكين المستثمرين الحكومة والمصدرون والمستوردين، من أين سأوزدهم؟ سأسحب مما تم تخزينه في الفترات السابقة، وبالتالي تصير عندي Y actual أقل من Aggregate Expenditure، تصير عندي نضوب في المخزون. هذه عندي تراكم في المخزون إذا كان أكثر الـ Actual أكثر من Aggregate Expenditure، وإذا كان الـ Actual أقل من Aggregate Expenditure بكون عندي نضوب في المخزون. متى سينتقل؟ أرجع للخلف، متى سينتقل هذا المحنى إلى الأعلى أو إلى الأسفل؟ إذا زادت الآن A أو I أو G أو الإكسبورت كانت أكثر من الإمبورت والصافي الصافي زاد، أو انخفضت T، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة ما يخطط له اللاعبون في الاقتصاد اللي هم المستهلكين المستثمرين حكومة مصدرين ومستوردين. ما يعني الآن أنه سيرتفع هذا أو ينتقل هذا المنحنى إلى الأعلى، فيؤدي ذلك إلى نمو اقتصادي، وبكون طبعا نقطة التوازن الجديدة هنا. دعنا نكمل الآن. طبعا هذه A1 الأولانية الآن تصبح عند أعلى لأنه زادت قيم هذه أو انخفضت التي، وبالتالي الإزاحة حدث أعلى. إذا الآن انخفضت G I أو A أو زادت
تي أو إنه الآن هاي أصبحت قيمتها سالبة على سبيل المثال، فستؤدي ذلك إلى انخفاض في هذا المنحنى الأسفل، سأعطي عليه مثال بعد قليل. حسب التحليل الكينزي بنقول الآن إنه يعني الانتقال على إذا زادت الـ aggregate expenditure من خلال انخفاض T، زيادة A، زيادة I، زيادة G، زيادة X minus M، تكون الفرق بيناتهم موجب بالزيادة. Okay. مثال، خلنا نأخذ مثال بسيط جدا. لنفترض بأن لدينا المعلومات والبيانات التالية. نفرض أن دالة الاستهلاك C تساوي 10 زائد 3 أرباع YD اللي هو 75% من disposable income، والمعلومات التالية توافرت لدي. كمان ما يخطط له المستثمرون I يساوي 15 بالملايين بالآلاف بالمليارات. المهم عندي وحدات القياس ما تفرقش. G تساوي 10، X minus M يساوي 20، والT تساوي 10. يعني معنى آخر هنا ما يخطط له المستثمرون كان 15 وحدة من الاستثمار، مليون أو دولار، باوند، دينار أردني، جنيه مصري، ودينار جزائري. والحكومة تخطط لأن تنفق 10 ملايين منها على سبيل المثال، وصافي القطاع الخارجي كان 20. يعني موجب هنا لاحظوا أنه الإكسبورت أعلى من الإمبورت، بالتالي أعطانا قيمة موجبة بمقدار 20، والضرائب الحكومة تريد أن تجبي ضرائب بمقدار 10. الآن ما يعني إذا A، وضعت الآن المعادلة السابقة اللي هي دالة الإنفاق الكلي AE تساوي A ناقص MPC في T زائد I زائد G زائد X minus M زائد MPC في Y. هذه القيم كلها ثابتة باستثناء هذه القيمة المتحركة مرتبطة بالدخل، فإذا زاد الدخل ارتفعت هذه قيمتها، وإذا انخفض الدخل تنخفض قيمتها. وبالتالي الآن سأعوض عن A 10، الآن هذه 10 10 الـ MPC في T 75% في T 10 الآن مضروبة في 10 زائد 15 زائد 10 اللي هي نفقات الحكومة زائد 20 صافي القطاع الخارجي السلع 20 زائد 3 أرباع في Y بدل هذه القيمة، بدل هذه القيمة هنا. السؤال البسيط، ما يعني بأن دالة الإنفاق الكلي الآن هذه كلياتها A، أوكي، وبالتالي الآن جمعت كلياتها 10 ناقص 7 3 أرباع في 10 7 ونص زائد 15 زائد 10 زائد 20 تساوي 47 ونص، ويبقى عندي 3 أرباع اللي هي 75%، وبالتالي عندي الآن دالة الإنفاق الكلي هذه صيغة النهائية من هذه البيانات. Aggregate expenditure يساوي 47 ونص زائد 3 أرباع Y أو 75%. نستكمل حساب التوازن في الدالة إياها. A E تساوي 47.5 زائد 3 أرباع Y. هذه هي الدالة بصيغتها المجردة الرمزية A زائد MPC في Y. نطرح سؤال بسيط كما يلي، نعتذر عن هذا الخطأ الطبيعي، كما يلي: متى يكون A E مساويا ل Y؟ يعني هلا انا اريد ان احسب التوازن في هذه الداله، هذه فانكشن اللي هي داله الانفاق الكلي تساوي A الاجريجيت اكسبندتشر المستقل عن مستوى الدخل زائد الانديوس اكسبندتشر ام بي سي في واي. فالسؤال بسيط، متى يكون AE الاجريجيت اكسبندتشر مساوي لمستوى الدخل؟ الجواب بكل بساطه كما يلي: واي بعوض عن هاي. احنا السؤال انه هاي تساوي هاي، متى؟ إذا كانت Y تساوي كل الطرف الأيمن، وبالتالي الآن بحل عن Y. ما يعني إذن الآن بنقل هذا MPC إلى الطرف الأيسر، بصير عندي Y ناقص MPC في Y تساوي A. إذن إذا أخذت Y عامل مشترك بساوي 1 ناقص MPC تساوي A، وبالتالي الجواب النهائي Y star اللي هو الـ actual output التوازني يساوي A على 1 ناقص MPC. من هذه القيم تساوي 47.5 على ربع، لأن 1 ناقص 3 ربع يساوي ربع، ويساوي 190 عفوا اللي هي قيمة الـ aggregate expenditure حسب هذه المعطيات. نكمل الآن التمثيل البياني للتوازن من الدالة اللي ذكرناها قبل شوي وحلينا قيمتها. على المحور الأفقي الإنتاج الفعلي Y، على المحور العمودي الـ aggregate expenditure، هذا الخط الذي ينصف هذا الربع من مستوى ديكارت إلى نصفين متساويين زاوية 45 درجة طبعا هنا.
وبالتالي دالة الإنفاق الكلي الـ aggregate expenditure اللي هي هاي 47.5 زائد 3/4 تقطع هذا الخط عند هذه النقطة وتقطع المحور العمودي عند هذه النقطة. هذه 47.5 اللي هي الـ A، وهذه النقطة الآن عند التوازن، هذه هي التوازن الآن، بكون قيمتها 190 حسب ما حسبناها قبل قليل. وبالتالي الآن الإنتاج الفعلي 190 تم الإنفاق عليه من قبل اللاعبين في الاقتصاد بنفس المقدار اللي هو 190. فالأجريجيت إكسبندشر 190 تساوي الأجريجيت أوتبوت الفعلي 190. لنفترض أنه ما أنتجته الآلة الاقتصادية كان أكثر من 190، لنفترض أنه 220، لكن ما أنفقه اللاعبون اللي هم المستهلكون المستثمرون الحكومة والمصدرون والمستوردون كان 190 بالضبط. ما يعني الآن هذه هناك فرق، فالي الواي اكشوال اللي هو الإنتاج الفعلي كان أكثر مما أنفق عليه اللاعبون اللي هم مستهلكون مستوردون مستثمرون وهكذا. وبالتالي صار في عندي زيادة في المخزون، تراكم المخزون مقداره 220 ناقص 90 يساوي 30. لاحظ، أرجو الانتباه على هذه. إذا تراكم في المخزون مقداره 30 اللي هو 220 ناقص 190. مقابل ذلك نفترض بأن ما أنتجته الآلة الاقتصادية الإنتاج الفعلي كان أقل مما طلبه اللاعبون، وبالتالي نفترض أنه كان 170 لكن ما طلبه اللاعبون كان 190، وبالتالي في عندي نضوب المخزون. يعني ما أنا آخر أستطيع أن أعطيهم مما تم تخزينه في فترات الإنتاجية السابقة، ففي عندي واي الاكشوال كانت اقل من الاجريجيت اكسبندشر، وحصل عندي طبعا هذه القطاع هنا حصل عندي نضوب في المخزون مقداره 190 ناقص 70 مقداره 20. ارجو الانتباه على هذه الملاحظات الهامه جدا. الانفاق الكلي، نكمل الازاحات الممكنه في منحنى داله الانفاق الكلي. A تساوي الaggregate expenditure المستقل عن الدخل زائد الinduced expenditure PCPY. ينتقل المنحنى دالة الإنفاق الكلي AE إلى الأعلى أو إلى الأسفل. إذا للأعلى إذا ارتفعت هذه مو بالموجب أو انخفضت، الآن إذا انخفضت هاي ستنخفض، أو انخفضت قيمة أحد أو جزء أو كل مكونات الإنفاق المستقل. هذه المكونات هي عبارة A، هاي مكونة من A و IP و G و X minus M. التمثيل البياني كما يلي. الآن على المحور الأفقي الإنتاج الفعلي، على المحور العمودي Aggregate Expenditure، هذا الخط المستقيم المعهود اللي هو ينصف هذا الجزء. وبالتالي Aggregate Expenditure عند هذا المستوى الأول AE1 كان عندي توازن، هون نقطة التقاطع الأولى وهون نقطة التوازن. لنفترض الآن أنه زادت هذه بالموجب، زادت يعني هذه زادت، هذه زادت، هذه زادت، أو التاكس انخفضت وهذه هذا الفرق بقي موجبا وزاد، ما يعني أنه الإزاحة إلى الأعلى، وبالتالي بحصل على aggregate expenditure number 2 اللي هو أعلى من الأول، وبالتالي التوازن كان أفضل. فنقطة التوازن بتكون هذه أعلى من هذه، ونقطة التقاطع A1 تصبح على سبيل المثال A2. أما إذا هذه انخفضت أو هذه انخفضت أو هذه انخفضت أو هذه حاصل فرق انخفض أو زادت الضرائب، سيؤدي ذلك إلى إزاحة تامة في منحنى الأجريكس منتشر الأسفل، بحصل على AE3، فنقطة التوازن بتكون أقل من الأولى والثانية، ونقطة التقاطع الثالثة والأخيرة بتكون A3. ما يعني الآن بأنه الانخفاض نتيجة الانخفاض هذه المكونات والإزاحة للأسفل، أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن يكون قد قدم الفائدة لجميع أحبتنا الطلبة. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.